في خطوة لتطوير إعلام الثورة الحربي، دورات مكثفة لتوجيه الناشطين إعلاميا في حلب وتطوير وتنمية أدائهم وأسلوبهم في التغطية للأحداث في الميدان. فأنت الحقيقة تكون ثمينة جدا. رغم قلة الإمكانيات وضعفها، يعكف عدد من المتطوعين في حلب على تدريب الكفاءة الإعلامية والتشجيع على تكثيف الدورات الصحفية في الداخل المحرر. الهدف من الدورة الإعلامية هي تزويد الشباب الإعلامي الثورة بمهارات الإعلام الحربي والارتقاء بأدائهم فيما للوصول بهم إلى ما يخدم المعركة، بحيث يشاركون في صنع الحدث ولكي لا يبقوا بشكل ناشرين سلبيين للمعلومة. أشكر مؤسسة رشد على ما يقومون به من عمل طيب من تدريب وتأهيل ويعني إعطاء بعض الأشياء الجيدة للإعلاميين وتأهيلهم حتى يكونوا محترفين. بناء على أجمل. لا خصائص الإعلام الحربي كان على سلم هذه الدورات التي تهدف إلى ضرورة مواكبة الإعلام لتطورات الثورة السورية ومعرفة مصاعبها وأغوارها وتنمية القدرات والمهارات للوصول إلى مستوى جيد في إعلام الداخل. هلا الدورة اللي اليوم أخذناها هي عن الإعلام الحربي، هي شيء حلو يعني انه نعرف بالاعلام الحربي انه شلون نتصرف والشيء لازم ننشره او ما ننشره لحتى نعمل نفيد القضيه اللي هي الثوره السوريه. الصعوبات اهم شيء هي اول شيء فقر عدم وجود الكفاءات التي تؤمن التدريب الاحترافي المطلوب لشباب الثوره في الداخل، وان الدورات في الخارج مكلفه جدا وليست لدينا القدره على تامين وتغطيه نفقات هذه الدورات. يستمر عقد الدورات التدريبية في حلب وغيرها من المناطق المحررة التي تهدف إلى صقل مواهب وتدريب الشباب السوري وتهيئته لمستقبل أفضل في سوريا الجديدة.